مساء الخير واهلا وسهلا بحضراتكم. دايما الحقيقه بناكد على رسائل مهمه جدا الحقيقه في قناه النادي الاهلي، اولها واهمها انه الرياضه لغه ود واحترام متبادل. يعني مش معنى ابدا انه يكون في منافسه، المنافسه دي هدفها ان كل واحد يرفع من مستواه، كل واحد يطور من نفسه، كل واحد يشتغل على نفسه عشان يوصل للافضل، وفي النهايه الجميع مستفيد. لكن المنافسة مش ممكن أبدا ومش منطقي جدا أنها تكون بتوصل لفكرة الكراهية والغل والحقد، حالة الحرب اللي الناس بتبقى مستمتعة وهي عايشاها. ده أبعد ما يكون عن أهداف الرياضة. النهاردة الحقيقة يمكن في يكون نموذج محترم جدا على ده، زيارة كابتن محمود الخطيب بعد دعوة طبعا تلقاها لإسكندرية عشان يزور من خلال الزيارة دي نادي سموحة ونادي الاتحاد. علاقات طويلة جدا الحقيقة من الاحترام والود المتبادل بتجمع بين الأهلي وبين أندية اسكندرية، وأكتر كمان بتجمع بين النادي الأهلي وبين جماهير اسكندرية اللي يمكن كتير منها الحقيقة بيحترم وبيحب النادي الأهلي وقياداته وجمهوره.